أهلا بيكم، معاكم شاهينة سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون، وفقرة بإيجاز مع شاهيناس. أخبار وقرارات وأحداث كتير حصلت الكام يوم اللي فاتوا، وفيروس كورونا ظهر من تاني، والأعداد بتتزايد في أوكلاند. كلنا قاعدين منتظرين يا ترى هيحصل إيه بكرة، يا ترى الحظر هيطول ولا مش هيطول. طيب أولادنا نحافظ عليهم إزاي، وخصوصا إن في إصابات في مدارس في أوكلاند؟ قلق وتوتر وخوف من المجهول. طيب نعمل إيه عشان نقدر نتخطى الوضع الحالي والتوتر والخوف عشان نقدر نكمل؟ في خدمات بتقدمها الحكومة للتعامل مع حالات الاكتئاب والتوتر والقلق. أنا جبت لكم قايمة بكل التفاصيل عن الخدمات دي وهعرضها معاكم دلوقتي. أولها وأهمها إن سواء أنت أو أنتي أو حد تعرفوه في خطر طارئ، كلموا 111. خدمة تانية اسمها Need to Talk، تقدروا تكلموهم مجاني أو تبعتوا رسالة مجانية على الرقم 1737. في أي وقت هيرد عليكم معالج نفسي متخصص. الخدمة اسمها Need to Talk، الرقم بتاعها 1737. في أي وقت هيرد عليكم معالج نفسي متخصص. الخدمة التانية معايا اسمها Lifeline، الأرقام بتاعتها 0800-543-354، أو من داخل أوكلاند فقط 09-5222-999. الأرقام تانية لخدمة Lifeline 0800-543-354، أو داخل أوكلاند 09-5322-39. الخدمة الثالثة معايا اسمها Suicide Crisis Helpline، الرقم بتاعها 0508-828-865. الرقم تاني 0508-828-865. الخدمة الرابعة اسمها بلانكت. طبعا ناس كتير عارفة بلانكت لان هم خاصين بالاطفال، بس برضو بيقدموا مساعدات في الحاجات اللي زي دي. الرقم بتاعهم 0800-933-922. رقم مرة تانية لبلانكت 0800-933-922. الخدمة الخامسة اللي معايا النهاردة اسمها Depression Helpline، دي للمتخصصة للي عندهم اكتئاب. الأرقام بتاعتها 0800-111-757. رقم تاني 0800-111-757، أو رسالة مجانية على 4202. الخدمة الستة اللي معايا النهاردة اسمها Are You Okay، الخدمة دي متخصصة في العنف الأسري. الأرقام بتاعتها 0800-456-450. الرقم تاني 0800-456-450. الخدمات دي والأرقام لمساعدتكم في أي وقت، ما تترددوش أنكم تكلموهم وتطلبوا المساعدة. حالتكم النفسية مهمة جدا ليكم ولأولادكم. طبعا لسه مكملين معاكم حملة دعم المشاريع العربية في نيوزيلندا، وأول مشروع معانا النهاردة وهو كاي فروم إيجيبت. كاي فروم إيجيبت مشروع للأكل المصري من ويلينغتون، من أول الكشري المصري والطعمية لحد الحلويات المصرية الجميلة. عايزين تعرفوا عنهم أكتر، ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك كاي فروم إيجيبت، كاي K-A-I from Egypt. تاني مشروع معايا النهاردة وهو RS New Zealand، المشروع موجود في هاملتون، وهو مشروع خاص بكل ما يتعلق بالمنزل من تصليحات ودهانات، وكمان ترتيب وتنظيف الحدائق المنزلية وحاجات تانية كتير. عايزين تعرفوا عنهم أكتر، ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك RS New Zealand، أو على الرقم التليفون 0223554602. رقم تليفون تاني 0223554602. المشروع الثالث اللي معايا النهاردة اسمه Preserved Palestinian Identity،
المشروع خاص بمنظمة خيرية للحفاظ على الهوية الفلسطينية الجميلة وتشجيع اللاجئين الفلسطينيين والتبرع بجزء من الأرباح للمنظمة الخيرية. المشروع عبارة عن بيع المنتجات الفلسطينية الجميلة والزي الفلسطيني الجميل وغيرها من المنتجات الجميلة الخاصة بالتراث الفلسطيني. عايزين تعرفوا أكتر عنهم وتدعموهم، ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك Preserved Identity، Preserved Palestinian Identity على الفيسبوك، ادخلوا ودعموهم. آخر مشروع معايا النهاردة وهو اسمه مي كورين فوتوغرافي. مي حاصلة على أكتر من جايزة في مجال التصوير في أوكلاند، متخصصة في تصوير الأطفال حديث الولادة والأمهات الحوامل والعائلات والأطفال. الصور بتاعتها فيها طابع خاص وجمال خاص. عايزين تعرفوا أكتر وتفاصيل أكتر عن مشروعها، ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك مي كورين فوتوغرافي، مي M-A-I كورين K-O-R-I-N فوتوغرافي. كده خلصنا معاكم فقرة أو جزء من الفقرة لدعم المشاريع العربية. هتلاقوا جميع المشاريع العربية هتلاقوا موجودة على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز. المشاريع اللي أعلنت عليها النهاردة واللي أعلنت عليها فقراتي اللي فاتت هتلاقوها كلها مجمعة على الفقرات اللي أنا قدمتها ليكم المرات اللي فاتت. ادخلوا على صفحتي، ادعموا المشاريع العربية وخلينا نتواصل مع بعض. نروح للجزء الأخير من فقرتنا وهو الفسحة والمعلومة. أنا طبعا هقول لكم النهاردة على فسحة جميلة جدا النهاردة، ولكن مش جديدة علينا، وهي أنكم خليكم في البيت. الرحلات والفسح موجودة، مش هتروح في حتة، بس صحتنا وصحة أولادنا أهم حاجة عندنا. خليكم في البيت وحافظوا على أولادكم وحافظوا على عائلتكم، ودايما دمتم سالمين. كانت معكم شاهيناز سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. شكرا لكم.